امس انا ما امس يلا قلت له ابوه ابنك محمد اعطى الشيعة لي هذا كيس اعطى الشيعة ابنك محمد اعطى البنت لصهر شيعة واعطى الولد عروسه شيعة راي امه يعني امه شيعية امه ما شيعية مرتهم الشيعية لا امه بس شيعية ابوها سوري مرتهم الشيعية لا امه شيعية ابوها سوري خلاص يعني نص شيعي نص سوري امه ربطهم شو امه ربطهم امه تركهم هالقد مع السوري بعيد نجح نجس وسخ تركنا اياهم عن هيك هي ربطهم شو كانت تشتغل كيف ربطهم هي عندها شقفة ارض عرفت كيف وابوها كان يبيع حليب هذول المعازي ومع المعازي يبيع لتعاون التجار اللي بيبيعوا لبن ولبن ابوها كان فاتح محل تعرف عليه تعرف عليه محمد بهرم طب وهاي اللي ابوك ياخذها قلت له لما يعني اخذناها هاي بنت عمي وليد سوري نفس الشيء ما تعرف بهرم السوري ما بتعرف قال لي ابوي مش بس وحده عده وحدات اخذوا سوري من سوري